مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. احنا الان كنتواجدوا داخل احدى الحدائق المساحات الخضراء اللي موجودة في مدينة الدار البيضاء، واللي كتواجد قرب احد اشهر وارقى الاحياء بمدينة الدار البيضاء. ولكن للاسف الشديد هذا الشيء اللي لاحظناه كيضر القلب، وهنا كنوجهوا نداءنا للمسؤولين. الحديقة اصبحت ملاذ للمتشردين وايضا للازبال. معنا احد الساكنه اللي غناخذوا الراي ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شنو وقع في هاد مالا ولات هكا؟ هاد الزرده اختي هذه تقريبا واحد 3 شهور هذه ما بقاش كيجيو اللي كيشتموا، وفين ما كان شي واحد عنده ازبال كيجيو يلوحوا هنايا. الحجار اللي بدل شي حاجه في الدار ديالو واللي سميتو كيجيو يلوحوا هنا، كاع الزناقي سدوا الميكرو خليه لك لا تحكوش. كاع هاد الزناقي سدوهم، هادو الدروبه اللي كيدخلوا هنا بالزنقه كلش كاع سدوهم بالازبال. وهذا هو المتنفس ديال درب غلف، درب غلف كاع الاولاد ديال درب غلف ودراري والعيالات ودراري كيجيو هنا لهاد الزريده. دابا ما يقدرش يجي هنايا دابا حيت الازبال ما كيشطبوهاش وما كتسقاش، الكازو ديالها كرم سمحوا فيها كاع في مره. في الحقيقه كانت واحد المتنفس، كانت مساحه خضراء فيها الالعاب، فيها الالعاب كانوا كيلعبوا هنا عام. دابا هادشي اللي كنشوفوا هنا المتشردين سمحوا فيها كل شيء. وهاد الارض اللي خويا تما كانوا داير ليها الكرياج، وهذوك صحاب الكراس وداك الشيء كيجمعوا حيدوا الكرياج كيديوه، خلاو داك الزباله تما كي. دابا ما تيقدر حتى شي واحد يجي يريح ولا الوليدات يلعبوا ولا لا ما كيجي، قليل قليل اللي كيجيو هنا الدراري، قليل اللي كيجيو كيريحوا شويه كيمشيو بحال هكا. هذا هو المشكل هنا، هذا هو البلاصه اللي كانوا كيجيو العيالات كلشي كيفرشوا في الارض كيريحوا العيالات ولادهم. ودابا مبقى يجي حد قليل شي واحد الدراري، وكان الالعاب بلاصه الالعاب هي كانوا كيلعبوا. دابا راه الالعاب راه تما كاين اللي صوبهم غير الدراري ديال درب غلف، كاين اللي سميتو ولكن سامحين فيهم ما كاين حتى شي حاجه. حتى الكراسات كيبانوا لينا ولا بحال هكا، الكراسات تهرسوا حتى هما، الكراسات حتى هما مهرسينهم في الحقيقه. سمحوا فيها هذا هو الصراحه، سمحوا فيها هذه تقريبا 3 شهور. ودابا اغلبيه كاين مساكن ذاك المتشردين كينعسوا هنايا، هما اللي كاين من تحت اللي كيجيو عائلات يبغيو يسميتو كيشوفوا دوك كيخافوا منهم وداك الشيء، فهمتي؟ هذا هو المشكل. دابا المتشردين كيجيو يباتوا هنا يفرشوا هنا كيفرشوا هنا وكينعسوا هنا مساكن. ما شاء الله. واخا انتم ما كساكناش ما درتوش شي حاجه، درتو شي عريضه، درتو شي مبادره؟ ما حتى شي حاجه في الحق. راسلتو المسؤولين؟ لا ما رسلنا شي حاجه. انا واخا ساكن في الزنقه الاخرى الفوق، ولكن دائما انا دائما يوميا في الصباح وفي العشيه كنجي هنا. اسي 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 شوف شي حاجه. شوف شي حاجه. شوف شي حاجة. إذا أشنو حنا كنطلبوا، حنا كنطلبوا المسؤولين باش ينظروا في هذه القضية هذه، يعتنوا بهذه الزردة يمكن، يعتنوا بهذه الزردة. وهذا هو المتنفس ديال هذا درب غلف، الساكنين ديال درب غلف هنا كيجلسوا، كيجيو العيالات وبلاداتهم هنا وكيجلسوا، اللي كيخرج الدراري من دراسته كيجيو هنا، ما عندهمش شي بلاصة أخرى من غير هذه الزريدة هذه. كنطلبوا المسؤولين باش ينظروا في هذه القضيه هذه، يجي يحاولوا باش يتحركوا. الله عليك، شكرا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف ما شفتوا معنا هذه الحديقه اللي كانت متنفس ديال الساكنه وديال الاطفال كانوا كيجيو يلعبوا فيها، للاسف الشديد غنحاولوا اننا نوريكم الازبال المتواجده ايضا في الحديقه. للاسف الشديد هذه المساحه الخضراء اللي كانت كيجيو لها الوليدات وكيلعبوا فيها وكيجيو العائلات، اصبحوا كيباتوا فيها المتشردين وايضا الازبال في كل مكان.
السلام عليكم الحاج، كي دايرين؟ نهضروا معكم شويه على الحاله ديال هاد الجرده. اسمح لينا الحاج تشد هذا واحد دقيقه عافاك. للاسف شديد هذا الشيء كيضر في الخاطر وكيضر في القلب، لان المساحه الخضراء هي واحد المتنفس ديال العائلات ديال الاطفال، مزيانه للصحه ديالنا، واننا ملي تنشوفوها بهذه الحاله اكيد راه الخاطر ديالنا كيضرنا. معنا احد الساكنه قرب حدا الشارع الوليد. شنو هي ديال المسؤولين؟ ما كاينينش، شحال من واحد كيجي كيشوف كيصور، وما عرفناهم من مسؤولين ولا اللي فيهم الغيره ديال هاد الحاله هادي. كيفاش كانت هاد الجرده؟ كانت مزيانه، كانت بخير، كان الخضوريه، كان الماء كتسقى، تشطب دابا الزباله ديال اللي كيجي من الديور، وها الزباله ديال الجرده. هاد الشيء ما، وهاد الناس زعما كاين ما كيشوفوش هاد الشيء. هاد المسؤولين ما كيشوفوش هاد الشيء. يالله كيفاش بلا ما نهضرو في هذاك الموضوع؟ بلا نهضرو فيها الحاج. ايوا دابا ودابا هذا المرض هذا كيفاش ما يجي؟ هذا المرض هذا كيفاش الناس غادي يوعيوا من هذه المصيبه هذه؟ راهم ناعسين اللي تكون شافهم، راهم ناعسين اللي عريانين، راهم اللي تجي، راهم والله يجعل ربي يهدينا. ما بقاوش كيجيو العائلات والوليدات يلعبوا؟ لا والو 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 والو، شكون اللي غيجي لهنايا؟ مازال دابا دابا شويه ما العشيه، الا جيتي راه ولع الحجار وعلى هادشي. اخويا الله يجعل ربي يشفي. شنو رسالتكم للمسؤولين؟ ايوا رساله للناس المسؤولين، الله يهديهم يشوفوا هادشي هذا. باش هادي 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 كازا دو الدار البيضاء، جوج كيطرال فيها بحال هادشي هذا، حشومه كاع. شكرا لك. السلام عليكم. الله السيدة هو بحالي بحال وانا نفس نفس ما نقول لك، ولا راه هو اكبر مني نفس الموضوع. حنا هو هدر كيف وانا شكون سيادتكم بعدا؟ شكرا. شوف تي في. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف ما شفتوا معنا هذه حديقه مشهوره باحد الاحياء الراقيه بمدينه الدار البيضاء. للاسف الشديد هذه الحاله اللي صبحت عليها، ازبال متراكمه، متشردين كيشربوا الخمور في الحديقه، الشيء اللي خلى الساكنه ما بقاتش كتقدر تجي وتجيب وليداتها. حسب تصريحات ديال الساكنه وحسب تصريحات ديال الناس اللي كيجيو لهاد الحديقه اللي كانت متنفس في واحد الوقت ديال الساكنه. نحاولوا نتكلموا مع الحاج حتى هو يعطينا رايه. الحاج قرا حداك الميكرو. نعم سيدي. نعم نعم سيدي. واخا الحاج حنا جينا نتكلموا اليوم على هذه الحديقه اللي واحد الوقت كانت متنفس ديال الوليدات وديال العائلات وكيجيو يجلسوا فيها، اشنو وقع اليوم؟ هذه الحديقه ما بقاتش حديقه، هذه زباله.
بكري كان هنايا البلايك لي مارش با سو لو غازون لا شبا لو شيان. دابا تيجي الانسان يجيب اربعه الكرتونات ويضربها بنعسه على هذه الجرده. هذا راه كوري هذا ماشي جرده. وهذه جرده هذه اللي بقى لا راه هنا كتجي تدي الميكرو ماشي كتفوت. العكس صحيح. قل الحق ولو كان مر ويعافينا ويشافينا. يا ربي امين. شنو وقع لها تولات هكا؟ ايوا هكا هكذا ما كاينش اللي قابل. يعني الا بغيتي تقول الدنيا سايبه. وانتم مازال جايين كتجيو تريحوا فيها؟ ديما كنجيو نريحوا ولكن زعما ما كيعجبنيش زعما حيت هي اللي قريبه. لا بالنسبه هي اللي قريبه لينا حنا بالنسبه لينا حنا اللي راه الغالب الله. ولكن اللي قام الحمل العسره يدوز به ما لقينا ما فين نمشيو. شنو الرساله اللي تبغي توجهها الحاج بهذا الخصوص؟ اش خصوص نوجه لهاد الناس المسؤولين يديوها في هذا الشيء هذا. هذا الشيء اللي بغيت نقول انا. تبارك الله عليك الحاج. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا.